أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. سجل يا تاريخ 1/9/2021 ضد ياسين، قامت أم بقتل ابنها وكفته لكلاب الشوارع. ليش؟ لأنه حيوان، لأنه زبالة، لأنه ما عرف يضرب مثل العالم من خلقه، بده يبين مع الناس، بده يطبق بنات، يضرب مثل خلقه ما بيفهم. تعال عند لهون بقى، مستحيل خليك تقلبي علي. صباح الخير يا جماعة. اوف، مكرش كمان فايقة. يا صباح النور، يا صباح النور. تقبرني ايش هالصباح هاد؟ طمني عنك، لساتك تعبان يقوم؟ لا امي، احسن بكتير الحمد لله. امبارحة وين على هالنطة نطيتها؟ كنت بدي موت. بعدين شو هاي؟ انا ماشي ريحة اكل طاول، لا في اكل ولا في فطور. ايه بدنا نفطر؟ بدنا ننزل على البحر امي. ولو مو تكرم عيونك، احلى فطور يكون قدامك. هلا اعطيني ثواني بس احكي مع المتابعين. انتو يا حلوين يا قطعيت، انا كأنه شايف الناس تهلا ما عاد تشترك بالقناة وما لح يحط الجرس. ليش؟ حطوا لايك واشتركوا بالقناة، بدي اشوف الكل مشترك. اذا بشوف حدا ماله مشترك بابوج بايدي، وقد اعذر من انذر. يلا ناس ما بتجي غيب العين الحمراء، وانت سندريلا خانو. يلا على المطبخ، 5 دقايق يكون الفطور جاهز لهوك يا عبيدة. يلا. نعم. لا اكسكيوزي منك امي، ما رجعت عيدي اللي قلتي لانه انا ما فهمت منك اسوا. بدي كاني انا خدوش خانو او ما اعمل له فطور لهاد. ليش؟ ليش؟ قد الشنطه صار قوم يعمل لحاله. بعدين هو قال لك مالي تعبان، يعني ما فيه شيء، تركوني اعيش حياتي يا اخي، خليكم شوي ريلاكس، تعلموا الحضاره شوي، بعدين بدي اعمل اضافيري وفي عندي فودكور وبدكور، وبدي انزل اروح على البحر. مشغوله كثير كثير، مشغوله مالي فاضي يا امي. شايفه امي؟ شايفه ايش قدرت سنه طويل؟ استنى 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 علي شوي بس، خلصت سندريلا خانو، حكيت اللي عندك، فضيت جراباتك، خلصي. انا هلا رايحه اعتبر حوالي ما سمعت شي طاول. بتقومي تنضربي على خرقتك، بتخي على المطبخ، بتسوي فطور لاخوك عبيده، ولا بستعمل معك غير اسلوب؟ اف امي، عن ايش انا اعمل له؟ ايش فيه؟ ما فيه شي، خليهم يعمل لحاله. بعدين انت منك حنان نزل عليك مباشره يا حبيبي يا روحي. ايه تروح روحه، خليهم يعمل لحاله. قومي انت اعمله، ولا بقطع شعري وبقطع البرنده، بلم عليكم كل اهل الحاره بتهمه العنف على الاولاد. يخرب بيتك، بدك تحبسيني؟ العنف على الاولاد؟ ومنك قومي على المطبخ، خدي هاي وحاج دعي فاضي على المطبخ. يلا. اسمعي اسمعي، بما انك قايمة وجايكي على الرحمن وشغلتي مخك، وانت عم تسوي فطور، حطي مي سخنة عشان تساوي لي معه كاسة شاي تكون اكرك عجم من تحت ايديكي. نعم. ايش تفضلت استاذ؟ بدك شاي كمان؟ لا الضايع بشغل مخك زيادة صاير انت، حمود ربك انا قايمة اعمل لك فطور، بدك تشرب بطيخ شاي قوم اعمل لحالك، انا مالي خدامتك. ايوه هيك يعني، بسيطة يا خدوج. بسيطة يا خدوج. ياي انا ان شاء الله اموت، سمعان امي؟ عبتدعي علي، عبتدعي علي وبتقول ان شاء الله تموت ارتاح منك. ياي عبتدعي على اخوك يا بنت الصرامي. شو هاد؟ كذاب امي، كذاب ولد، كذاب موت. انا هيك طاول لك والله، هيك انت عارفاني، كل ما بقول خلاص كبرت صارت قد البقرة، حاجة تضربية يا بنت. بس عبس عبس، دق المي وهي مي، انضربي على قلبك، روحي على المطبخ، فردة وحدة ما راح يمشي حالها معك، بدك فردتين على المطبخ وحاج دعي فاضي. ولك وينهم جمعيات الدفاع عن حقوق الاولاد؟ وينهم؟ بسيطة بسيطة يا خرطوم الجمع، انا بفرجيك بتروح امي. لا بسيطة، بدك تاكل بسيطة. ولك وين حطيته مع بلاقي خردوج؟ الحليب تبعي ما حطيته امي. وانا ايش بعرفني؟ طلع اخي ما حطيت لك اياه، وين حطيته؟ يخرب بيتك، ولك ايش كسرتي عندك؟ ولك ايش كسرتي عندك؟ ما عرفتي لي شيء صار بالمطبخ، يخرب بيتك. مجوده مجوده، ولك مجوده مجوده مجوده. طمني عنك، روحي صار لك شيء؟ منيح منيح انا امي منيح، بس ما انا وقعتها، هي خدوش وقعتها عشان ما تضربيني لي. ولك حتى ولو كنت انت، روحي فيداك 1000 كاسه، فيداك 500000 كاسه، انت بس المهم ما تجرح حالك. تعال تعال بعد انت هيك ما تجرح حالك، تعال روحي لهون. تعال هوب 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 امي، اكسكيوز مي منك، يعني لو سمحتي الكاسه وقعت معي انا، انكسرت معي انا، يعني لازم تردي تخافي علي، لازم تردي تطمني علي، جاي مرعوبه على هذا البرغي انت؟ شكيتك لواحد احد، لواحد احد شكيتك. حيفة يا مين، كل ما تدخلي على المطبخ بدك تكسري شيء، ولك قلنا نجيبكم على البحر نعملكم بني ادمين. التوبه
على القبلة ما بقى في طالعة من أنقرة طاوية، البحر ما بقى تشم ريحته، ولك يخرب بيتك حلفي يا أمي، كل ما تدخل على المطبخ لازم تكسر شيء، ما عرفت شيء من حاله يا حمارة. إيه وش في يا أمي؟ أهم شيء صحتي، في داي 1000 كاسة، منجيب لهم غيرها. إيش تفضلتي؟ منجيب لهم غيرها؟ منين بدنا نجيب لهم غيرها برا؟ باركين على بنشي، نحن باركين على بنشي، مالنا باركين على بنشي، منين بدنا نجيب لهم غيرها؟ وبعدين مين قال في داكي؟ مين قال في داكي؟ كل رياضته راح ينخصم من معاشك يا أنسة، كله راح ينخصم من مصروفك بس نرجع على البيت، ولك ايش عامل معه؟ ولك حدا ياخذ هالبنت ويعطيني بدالها مروحه يا ناس، ولك انا اصلا خساره فيكم، هداك في داي معلش انا لا مو بسيطه، انا بعرف شو اخذ حقي من هذا البرغي، سمعتك، سمعتك يا ام لسان طويل سمعتك، ولك هداك صغير، ولك هداك صغير الساعه بنت الصرامه انت صرت قد الشنتيره. شكرا امي، غلبتي حالك. صغير ولك هذا اكبر مننا بسيطة بطاقة امسح لك هيك كمان. ولك يلا بسرعة مجودة ما بنام تأخر وايضا تردكش قد ما لكعو. اوف لحظة وين رايحين امي وين رايحين؟ خير ان شاء الله، رايحة اشتري شوية اغراض لمجودة. اوه ممتاز، خليك امي ثواني انا بلبس وبجي معكم عشان اشتري انا كمان. هوب 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 وين رايحة؟ وين رايحة؟ انا قلتلك شي يمشي معنا، انا قلتلك شي داعي، خليكي عندك انت هلا، خليكي انت هون. لك شلون ابقى انا هون امي؟ مو بدك تروح تشتري لبسها مجوده؟ وانا كمان بدي اشتري. لا لا هلا اشتري لمجوده وبعدين العبادة بعدين اشتري لك الك، بالدور. ايوه ايوه انا بعرف هالجمله اصلا، انا بعرفها، هلا مجوده وبعدين عبادة وانا برات مخطط طاول، مالك مفكره فيني طاول؟ كل هذا لاني وسطانيه امي، لك لو انت مالك اهلي، لو انتم مالكم اهلي ناقيني على باب الجامع، قولوا لي مش انا اروح ادور على اهلي، بكي بيطلعوا اهلي شي عيله زنجيله، احسن من هالعيله المقمله. نحن عيله مقمله، نحن عيله مقمله يا بنت الصرامي، ردي كمان، ردي جاوبات، ردي جاوبات، بعدتي هذا اللي شاطره فيه، بسيطه، بسيطه، انا بفرجيكي بس ارجع لك، بسيطه. لحظه، انا وين رايحه؟ انا وين رايحه؟ انت شو بتعملي هون؟ انت ليش موافق هون على الشباك؟ سويتي الصحون اللي قلت لك عليه هون، نظفتي المجلى؟ يا يوم نعمش على هالنسوه، سبحان الله بنت حلال بنت حلال، انا هلا بيني وبين حالي كنت عم بقول لازم اروح هلا مباشره اسوي المجلى واسوي الغراض اللي قلت عليه هون امي، خلص امي انت تاكلي هم، روحوا انتوا انا هلا مباشره بقوم بسويهم، مع السلامه. بدك تروحي لسه، صار لي اكثر من ساعتين قلت لك كل شوي بتقولي لي يلا امي يلا امي يلا امي يلا امي، انضربي على قلبك روحي ما بدي ارجع اشوفهم. حاضر حاضر ما بتجوا غير بعين حمراء، يمين الفرد على السيء ما بدي اضيعها بدي ارجع اخذها، ولك يلا مجنون تاخرنا وعلينا لطردكم. يلا امي يلا يلا مكرش انا رايح مع امي انت خليكي هون. شوفوا لك حيوان شوفوا لك حيوان بهرسك هرس شايف معلقك بلقته بطالعه بفرمه كباب وبوزعه على كلاب الحاره، انقلع من خلطي قبل ما يطقوا هالفيوزين بقوا من عقلي، انقلع من خلطي قبل ما اجي اكلك. خش قولي قولي مفترسه مفترسه مفترسه. بس وين حطيتها؟ ولك مين الحيوان اللي تارك باب البراد مفتوح؟ انا بفرجيكم طار 100 مرة قلت لكم لا تعيفوا باب البراد مفتوح، ولك بصرف كهرباء، ولك بصرف كهرباء، ولك بكدي عشتي مع ابوكم طلقني، انا عارفاني، ما في غير انكش، ما في غير انكش اللي بتعمله، انا بفرجيها بسيطة وينه؟ ولك حتى ولو انا بالحمام ما بخلص من اتهاماتي، خليك عم تتهميني برا ساعة، ساعة كاملة ماني طالعة برا، خليك عم تستني بسيطة. امي في حدا بدخل على حدا هيك؟ ايش بك ايش في؟ قولك انت ما عندك دم، ما عندك جنس الذوق، حلفي يا مين ما تطلعي من البيت قبل ما تخربي كل اغراضه، اللي بدك تدفعينا مصاري زياده، ليش فاتحه باب البراد وتركتيه مفتوح؟ قولك انا براد وانا زفت، في حدا بهجم على حدا هيك؟ في حدا بقتحم حمام على حدا هيك؟ بدل فرع المخابرات الجويه؟ كل هذا مشان براد ويكون مفتوح امي، يعني ما في غيره اذا اكون انا فاتحته، روح اسالي عبوده ومجوده، هن كمان بيفتحوا ما في غيري يعني؟ لا ما حزرتي ما في حدا غيرك بيعمل هاي حركة. ايه خليك هلا انت فاتحة باب الحمام عم ناخذ نعطي مع بعض وعم ندردش وانت عم تفرجي علي لوقت ما نعرف مين فتح البراد. امي طلعي لبرا يا ستي انا فتحته انا فتحته ايش بدك غيره؟ يعني انت مو مهمك وعم تشوفي هيك بايدك يعني مالك سائلة؟ استجي تاني مرة اشوفك عملتيها وشوفي ايش رح اعمل فيكي يا بنت الصرامي. حتى اذا كنت بالحمام ما بتريحيني ولا سكري الباب وطلعي لبرا. يا ساتر يا
ولك صار 15000 مليون مرة بقلها لا تحطي كاسات يمين ويسار، ولك بنقلبه بنكسره، ولك بدفعونا حقهم زيادة، ما في حكي، ما في خلاص، ما في غيرك الدوج، انكرش ما في غيرك، وينك؟ ولك وينك يا بنت؟ ما شاء الله كان، يا سبحان الله، نايمة مو؟ نايمة، قومي يا بنت يلا قومي، ولك اشفي، ولك اشفي امي لعبت فقيني، لعبت فقيني نايمة أنا، ولك نومة أهل الكهف إن شاء الله، ولك أنا كم مرة قلت لك الكاسة ما بتنحط على المجدة قدام الحمام، بتقع، بتنكسر، بدفعونا حقها زيادة، أنت حتطيع مو؟ نعم، يعني أنت هلا عم تفقيني كرمال كاسة؟ وبعد ايش لو بدي احطها وانا نايمة؟ بسيطة، بسيطة، قبل ما تجي تشطحي رحتي حطيتي اياه وجيتي لهون عملتي لي حالك نايمة، بسرعة، بسرعة لهنيك بتشيليها مباشرة، يلا. لا امي الصراحة انا حطيتها ما خدوج. شفتي؟ شفتي بعينك وسمعتي بإذنك؟ هو هو يعني كل شغلة بتصير لازم خدوج، كل شغلة بتصير لازم تتحشيها بدار خدوج، انا حاسة بعد شوي اذا بتصير برا خناقة، بتصير برا مشكلة، بقولوا خدوج سببها وانا بكون بالبيت هون. انت حطيتها؟ ولك يا عبودة يا روحي الله يصلحك. الكاسة ما بتنحط هون يا روحي، بتنشال تحت مطبخ مشان ما تنكسر الله يرضى عليك يلا. تاني مرة لا تعيدها يا عمري انت مو؟ ولا ايش هذا اللي صار هلا؟ وين الخناقة اللي بدك تعمليها؟ داخلة علي هيك ما بتفرع المخابرات بدك تقتليني، مجرد ما سمعتي عبادة صار عمري وحبيبي وروحي، ولك وين الخناقة اللي بدك تعمليها؟ حتى ولو هو حطها، انت كان لازم تشيليها وتقيميها محلها عشان ما تنكسر. ايوه، معناتها انت شكلك داخلة بدك تعملي مشكلة بس، تصبح على خير واحلام سعيدة. ولك شوفت عم بحكي معها نامت، ما انا عملت لي حساب طاولة. طولي بالك رجعت لك. قولي وين راحت؟ ما بعرف بس عصبت وراحت، الله يكون بعونك. قولي اكلتي غنادر، لا تنسي تشاهدي خدوج وانا بدبر لك امر على حسابي لا تخافي.